السيد وزير الإعلام وهو بيقول أمام الجميع لا قيد على رأي ولا قيد على فكر ولا قيد على قلم. ده الحقيقة ما منعش إحدى الصحفيات المتواجدة في المكان إن هي تطرح عليه سؤال وتقول له فين حرية الإعلام. الحقيقة إنه رد الوزير عليها أثار حالة كبيرة جدا من الجدل النهاردة. كل اللي تابع هذا الموضوع، كل اللي تابع الصفحات أو تابع تويتر بالتأكيد عرف برد الوزير. رد الوزير عليها كان تعالي وأنا أوريكي فين حرية الإعلام. الحقيقة أنه هذا التصريح أو هذا الرد أثار حالة كبيرة زي ما قلت من الجدل النهاردة، وحالة من التفسيرات المختلفة لهذه الكلمة. تمام. طيب، في نفس التوقيت اللي كان فيه وزير الإعلام موجود في هذا المؤتمر، كان العاملين في التلفزيون أو بعض العاملين في التلفزيون موجودين في تظاهرة أمام ماسبيرو، تظاهرة أو مظاهرة ضد سياسات وزارة الإعلام. أنا معايا الإعلامية الأستاذة منى خليل، الزميلة والمذيعة بالتلفزيون المصري. أهلا بيك يا أستاذة منى. أهلا بيك يا أستاذة ريهام. أهلا بيك. قولي لي النهاردة كنتوا بتتظاهروا ليه؟ إيه الموضوع؟ الحقيقة أستاذ ريهام، هو النهاردة هو يعني تكملة لعدة مرات سابقة كان فيها محاولات منا للتعبير على الاعتراض على بعض الأشياء اللي موجودة داخل ماسبيرو أو بنعترض بيها كعاملين ماسبيرو. المسائل بتتفاقم من مرة لمرة، ويمكن الشيء الأكبر اللي كان مفجر يعني بالمرحلة الأخيرة دي لاعتراضاتنا هو مجموعة التصريحات الأخيرة التي خرجت علينا، واحنا مش لاقيين حد يحاول حتى ان هو يطلع يقول لنا اسباب هذه التصريحات او ينفي هذه التصريحات، مع القرارات الاخيره اللي خاصه بلائحه الاجور اللي طبعا فجرت غضب اكبر على مستوى قاعده العاملين داخل التلفزيون المصري. الحقيقه المساله ما اقدرش اختصرها انها اعتراض على الماديات فقط، ولكن هي اعتراض على حاجات كثير منها جدا. التصريحات اللي خاصه بمهنيتنا، التصريحات اللي خاصة بالحرية الممنوحة والمسموح لها بها لينا على الشاشة، اللي خاصة مؤخرا أيضا بمسألة تأجير الاستوديوهات الكبيرة اللي بتم إعدادها داخل ماسبيرو، المحاولات المباشرة والغير مباشرة لأن إحنا ماذا يقال وما لا يقال. هي حاجات كثيرة جدا. أنتوا فعلا بيتقال لكم تقولوا كذا وما تقولوش كذا يا أستاذة منى؟ بصي يا أستاذة ريهام، هل في أي تعليمات بتجيلكم أثناء تقديم برامجكم؟ أحياناً يجيلك تعليمة مباشرة إنه قدست لا بالاسم، وإذا تم يعني طلب إن أنا عايزة شيء. معلش منى خليكي معايا دلوقتي. مين اللي بيقول لكم الضيف ده لا والضيف ده الضيف ده لا؟ محدش هيقول لكم الضيف ده بس مين اللي بيقول لكم الضيف ده لا؟ رئيسنا المباشر أو المشرف عن البرنامج أو المعد لما يجي يتقدم باسم الضيوف المطروحين للحوار او للحلقه القادمه فيتقال له غير الضيف او ابسط الامور، الضيف مش هيتعمل له تصريح دخول. فدي يعني مساله بالنسبه لنا في الفتره الحاليه، وبعدين بنتكلم على المهنيه وبنتكلم عن الحياديه وبنتكلم. فاحنا بنستغرب جدا للمساله دي، وفي نفس الوقت تعرض كثير مننا لمساله اصلك هتحولي التحقيق الاتهام الأشهر والخروج عن الحيادية والمهنية. دايما اتهام جاهز، الخروج عن الحيادية والمهنية، سقف الحيادية والمهنية. النهاردة كمان الحاجة اللي استفزتنا جدا وسببت لنا صدمة كإعلاميين في ماسبيرو، إن أثناء ما إحنا موجودين هناك وتوجهنا في محاولة لطلب مقابلة سيادة الوزير، نفاجأ بأن بعض الصحف ابتدت تتداول أخبار بتقول الاستعانة بقوات المسلحة لتأمين الاستوديوهات ضد هجوم العاملين بماسبيرو. طبعا الخبر كان صادم بالنسبه لنا. مفيش عامل جوه ماسبيرو، مفيش موظف جوه ماسبيرو، وحضرتك يا استاذ ريهام كنت داخل ماسبيرو سيفكر ولو لثانيه واحده ان شاشه التلفزيون المصري يمكن ان تخرج سوداء. لن يحدث من ابناء ماسبيرو ان احنا في يوم من الايام يمكن ان يصدر عننا هذا التفكير وليس حتى التنفيذ. شاشه التلفزيون المصري مش هتطفي تحت اي وضع من الاوضاع، لان احنا ولاد ماسبيرو ربنا جواه. الله اعلم اللي عايز يجيب من بره او اللي هيجي من بره بفكره الخاص يوم ما يبقى جوه ماسبيرو ممكن يعمل فيه ايه. فان حد النهارده يخرج بهذا الاتهام واحنا لغايه دلوقتي بنحاول نعرف مصدره ايه، لان هذا الاتهام مش هيتسكت عليه. ولاد ماسبيرو مش ممكن يطلعوا شاشه التلفزيون المصري بلاك. طيب احنا بنطالب ببساطه شديده. ايوه، بتطالبوا بايه؟ عايزين ايه؟
أولاً إحنا عايزين سياسة محددة أفهمها ما هو المطلوب من إعلام ماسكيرو. هذا الإعلام المتهم دائماً وأبداً من قبل الثورة ومن بعد الثورة، متهم إعلامياً من الصحافة، متهم من رجل الشارع، متهم من الإعلام الخاص، ومتهم الآن من المسؤولين عن الإعلام المصري. ده منتهى الظلم في ظل الظروف اللي بيعمل فيها كل اللي عاملين في ماسكيرو. يعني أنا قاعد بحاول دلوقتي أقول أصل أنا عندنا أزمة اقتصادية وبحاول إن أنا أخفض من أجوري في اللحظة اللي بتكلم فيها على إن أنا رايح أعين موظفين جدد، قاعد بقول أنا عندي 43,000 موظف جوه ماسكيرو وأنا بفتح باب تعيينات لمذيعين، قاعد بتكلم على إن أبناء ماسكيرو يا ريت كان في منهم اللي إخوان لأن هم أولى إن هم يجوا يشتغلوا أو إن هم يعتمد عليهم، وأبناء ماسكيرو مالهم وفيهم إيه وإزاي؟ إيه هو سقفي إذا كان هناك سقف للحيادية والحرية والمهنية؟ ما هو تقييمي؟ كيف يتم عملية التقييم؟ ما هو المطلوب بالضبط مننا أداءً؟ أنا لما أقعد أسمع تصريحات متضاربة زي ما أنا من أحد المسؤولين الكبار ما أنا مش هتهاجم وأدفع، يعني إيه أتهاجم وأدفع؟ مين؟ هل أنا تلفزيون دولة ولا أنا هيئة اقتصادية مستقلة زي ما بيحاولوا يقولوا لنا روحوا كفوا نفسكم بنفسكم واصرفوا على نفسكم وكل هذه الأمور؟ معلش أسألك سؤال، مين اللي بيقول أنا مش هتهاجم وأدفع يعني؟ والله هي تصريحات كثيرة وصلتنا عن إنه هذا الأمر صدر. مش هتهاجم وأدفع مرتبات يعني ولا إيه يقصد؟ مش هتهاجم وأدفع مرتبات، أو أنا كحكومة مش هدفع للمكان اللي بيهاجمني، وكل هذه التصريحات اللي بتسبب لنا إحنا كإعلاميين بلبلة. طب أسألك سؤال، هذه الضغوط والإعلام في مسيره متهم. تمام. طب أنا هسألك سؤال، النهاردة في المؤتمر في جامعة الأزهر كان وزير الإعلام بيقول تصريح قال لا قيد على حرية رأي ولا قيد على فكر ولا قيد على قلم، وقال برضو في النهاية احنا عندنا حرية واسعة غير مسبوقة. خلينا نفترض حسن النوايا دلوقتي، إذا كان رؤسائكم المباشرين بيقولكم الضيف الفلاني تحديدا بالاسم لا، وإذا كان بيتقال لكم هتتحولوا للتحقيق، وإذا كان بتتعرضوا لهذا النوع من الضغوط أو التلميح يعني بنوع من التهديد كده، هل حاولتوا انكم تعرضوا هذا الكلام على وزير الاعلام؟ يمكن ما يعرفش ان رؤسائكم المباشرين بيعملوا كده معاكم. والله هو الحاجه يمكن عارفه بيقولوا فلان ملكي اكتر من الملك، يمكن رؤسائك المباشرين بيحاولوا ان هم يرضوا مثلا الوزير. عرضتوا عليه الكلام ده؟ حضرتك استخدمت التعبير اللي احنا استخدمناه وقلناه له شخصيا انه في ملكيين اكتر من الملك. لا، قلتوا للوزير نفسه اللي بيحصل معاكم؟ اجرى لقاء مباشر معانا وانا هتكلم، هو اجرى مع عده قطاعات في التلفزيون. طبعا. لكن هتكلم على القطاع اللي يخصني، هو اجرى لقاء مباشر معانا كقطاع فضائي مصري واتكلمنا معاه عن كل مشاكلنا واتكلمنا معاه على كل اللي بيحصل معانا، وهو بلغنا ان هو ما عندوش محاذير عن حد، فقلنا له بالتالي حضرتك تقدر دلوقتي تقول لنا انا ارجع لمين لما حد يعترض لي على موضوع او يعترض لي على ضيف. هو اكد على مبدا الحياديه واحنا حريصين على الحياديه ان يكون هناك الراي والراي الاخر. تمام. ده من صالحي. فلما الوزير يكون بيقول انه ما عندوش سقف وما عندوش حد يمنعه، وافاجئ انا ان انا لا عندي محاذير على ده وعندي محاذير على الموضوع ده، ولا ما تقوليش كده، وان انا اكون طول الوقت بشتغل. تمام. رد قال لكم ايه لما قلت له ان ده بيحصل معاكم؟ رد قال ايه؟ قال لما حد يعمل لكم حاجه زي كده يديكم الكلام ده مكتوب. وهل بيدوكوا الكلام ده مكتوب؟ لا طبعا. في الحاله دي هتعملوا ايه؟ مفيش حاجه بناخدها مكتوبه، مفيش امر مباشر بيجي لك مكتوب. احد المسؤولين في التلفزيون سابقا في واقعه شخصيه معايا انا، لما قلت له انت بتوقفني رسمي من على الشاشه بسبب ده، قال لي انا كمديرك اقدر اوقفك تحت مسميات كتيره، انت غير لائقه للظهور دلوقتي، وزنك زايد شويه، يعني لو عايز يضايقني ويشيلني من على الشاشه عقابا على موضوع يقدر يقترح لي 10 موضوعات ثانيه. لان هو قانونا مش هيقدر يفصل انه موقفني بسبب ده. فاحنا ببساطه شديده عايزين كلام مباشر وواضح، عايزين اتهامات ترفع من على عاملين ماسكيرو، عايزين حد يبلغنا ويعرفنا ان ماسكيرو لابناء ماسكيرو، وان مفيش كلام عن تاجير استوديوهات. احنا بلغنا ان هذه الاستوديوهات لتوسعه، وان احنا يبقى عندنا استوديوهات اكتر، وان احنا يبقى عندنا امكانيات اكتر في محاوله لتحسين الشكل والمضمون والشاشه وكل حاجه. فيخرج تصريح الاستوديوهات الجديده للتاجير، استوديوهات جوه داخل ماسكيرو، داخل المبنى، مبنى التلفزيون المصري اجره لسائل من كان، حتى لو كانت قناه مصريه، انا ما بتكلمش على قناه بعينها، انا بتكلم حتى لو كانت قناه خاصه مصريه، انا اسفه في حاجه اسمها مدينه التاج اعلاني، لكن يبقى ماسكيرو لماسكيرو مبنى التلفزيون المصري فقط. تمام. ما حدش يتهم ابناء ماسكيرو ان هم ممكن في يوم من الايام او في لحظه من اللحظات يقضوا شاشه التلفزيون المصري او يخرجوها بلاك او ان احنا نهاجم استوديوهات. احنا لو وقفنا بعد الثوره بصدرنا وبايدينا
نقفل الاستوديوهات على حد كان بيفكر يعمل حاجة زي كده. وفي النهاية أنا أنت مطالبني بشكل ومطالبني بمضمون ومطالبني بمنافسة، فما تجيش تقول لي النهاردة إنك مخرج لي لائحة بتخفض أجوري 60%. تمام، أنا بشكرك. بالنسبة لنا غير مقبول. تمام، بشكرك جدا الإعلامية الزميلة منى خليل المذيعة بالتلفزيون المصري، بشكرك. خليني أقول إنه زملائي حاولوا الاتصال بالأستاذ إسماعيل الششتاوي رئيس اتحاد الإذاعة التلفزيون.